السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمق قناة كيف ما قلت، اليوم عندنا شرح كيف تجيب التنين الذهبي. التنين الذهبي زي ما تشوفون هذا هو هنا. طبعا التنين الذهبي هذا ما يجي إلا تقريبا كل جمعتين، يعني كل جمعتين يجي مرة فيها. فتحتاج عشان تطلع التنين هذا، التنين الذهبي اللي هو هذا زي معي، إنه يطير ويطلق كل شيء، تمام؟ تحتاج إنك تشتري منه 7 مرات. لما تخش جوا هنا تحصل هنا الأرواح حقتها 15 روح، فتحتاج تشتريها 7 مرات عشان تجيب 100 حبة، تمام؟ إذا أنت جبت 100 حبة راح تصنع فيها يعني راح يجيك على طول، راح يجيك التنين هذا زي ما تشوف. صراحة طريقته كويسة، أنا متأكد إنه يعطي ماجيك فان لكن ما حطه فيه، فما أدري هل هو يعطي، أنا ما أدري هل هو يعطي يعني ماجيك فان أو ما يعطي، أنا شاك في موضوعه. لكن اذا انت بتصنعه هذه هي طريقة صنعه، تجي هنا كل اسبوعين يجي فيها تنين ذهبي تشتري الارواح هذه. انا حاليا انا ودي اشتري، ماكو شيء معي. شوف انا الحين شريت، لكن لو انا بستعملها الارواح هذه ما اقدر استعملها. شوفون كيف ما اقدر استعملها خلاص، لان عرفت من صانع التنين كامل يعني. ف لو بكس الأرواح هذه أباخذ منها الحبات اللي أنا صنعتها فيها يعني. فاللي ما صنع التنين الذهبي هذا فيجي عند مثل ما قلنا التنين الذهبي هذا وياخذ الأرواح اللي فيه ويعني يصنع تنين. فأنا ما أدري هل هو يعطي ماجيك فان أو ما يعطي، شاك في موضوعه. دخلت على خواصه شيكت ما كتبوا فيها، مع أنه قبل كانوا أتذكر كانوا كاتبين، بس يمكن ألغوا الحين أنا ما أدري. لكن أصنعه ما بد يعني الحرص يعني ممكن يزود. فأتمنى المقطع عجبكم، يعطيكم ألف عافية على المتابعة. اللي ما اشترك اشترك في قناة بيش، وإن شاء الله في المقطع الجديد. سلام.